من اجمل واحلى واسرع وصفات الكفته اللي ممكن تجربيها الكفته دي. عايزه اقول لكم طعمها تحفه بجد، يعني لو جربتيها هتعتمديها دايما ان انت تعمليها. كفته داوود باشا تحفه بجد وسريعه جدا في عملها، وطرق كمان ليها انت زي ان انت تقدري تعمليها وتجهزيها من قبلها لو انت بتشتغلي، لو انت في رمضان. عايزه اقول لكم تحفه بجد، من ساعه ما عملتها وانا دايما ولادي بيطلبوها مني من كتر حلاوتها وجمالها. تعالوا نشوف مع بعض طريقتها ومقاديرها ازاي. نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا نص كيلو من اللحمه المفرومه، تقدري تستخدميها زي ما هي كده، او كمان تقدري ان انت تضيفي عليها جزر مبشور وفلفل رومي، بتبقى تحفه بجد. انا مجرباها، ده اختياري بس انا مجرباها حلوه جدا. معايا كمان حزمه من البقدونس متقطعه بالشكل ده، معايا بصلايه كبيره مبشوره ومعصور منها الميه بتاعتها كويس جدا، معايا كمان نص معلقه من القرفه، نص معلقه من الفلفل الاسمر، نص معلقه من الملح، نص معلقه من السبع بهارات، وكمان فصين من الثوم مفرومين ناعم بالشكل ده. هنزل بكل المكونات معايا وابتدي اقلبها كلها في بعضيها وعجنها كويس جدا. الخطوه دي مهمه ان انت تعجنيها كويس جدا وتخلي المكونات كلها تتدخل في بعض بالشكل ده. هبتدي هنا اشكلها بالشكل المعتاد اللي هو شكل كرات الكفته بالشكل ده. الخطوه بقى اللي كنت بقول لكم عليها في اول الفيديو عشان تسهلوا على نفسيكم، الخطوه دي بعد لما اشكل الكفته معايا بالشكل الكرات ديت، ببتدي ان انا احطها في الفريزر افرزها في علبه. بتسهل عليا كتير جدا لو انا في رمضان ومستعجله، بطلع الكفته وبعملها بسرعه ما بتاخدش معايا وقت خالص. لو انت بتشتغلي، لو في المصيف هتسهل عليك كتير. بتطلعيها من الفريزر تسيبيها تفك شويه وبتبتدي تشتغلي فيها على طول، بتبقى سهله جدا وتحفه بجد. هنا بعد ما عملت الكميه كلها ابتديت جبت طاسه معايا على النار بالشكل ده، وابتديت نزلت فيها بسمنه او زبده وعليها شويه من الزيت بالشكل ده. طبعا لو انت مفرزاها زي ما قلت لك هتطلعيها من الفريزر تسيبيها شويه صغيرين وتبتدي تشتغلي فيها على طول، هتنزليها في الطاسه زي ما انا هنزل الكفته معاكم بالشكل ده. بعد ما تسيح معايا الزبده او السمنه في الزيت هبتدي ان انا انزل بالكرات بتاعت الكفته. هنا بعد ما ساحت معايا ابتديت انزل بالكفته معايا بالشكل ده. وصفه سهله جدا وسريعه، وعايزه اقول لك نتيجتها حلوه قوي. يعني انت ممكن كمان تحمري الكفته، وبعد ما تحمريها هوريكم دلوقتي انا هطلعها طبعا عشان اكمل الوصفه بتاعتي. انت ممكن في الخطوه برضو بتاعت ان انت ما تطلعي كفته ان انت تفرزيها برضو وهي متحمره. هنا ببتدي ان انا بعد ما تتحمر معايا من تحت هبتدي ان انا اقلبها على الناحيه التانية بعد ما تاخد لون معايا بالشكل ده. هسيبها تاخد لون من الناحيه التانية وكده خلاص بقت جاهزه معايا كده اللون المطلوب. هبتدي ان انا اطلعها من الطاسه. الخطوه اللي بقولك عليها دي تقدري ان انت تفرزيها برضو بالشكل ده، يعني فيها خطوات حلوه قوي ان انت تقدري تستغليها وتسهلي على نفسك كتير قوي في اوقات تكون يعني زنقه بالنسبه لك، زي ما احنا كده في رمضان مثلا، زي ما قلت لك مثلا لو انت بتشتغلي. فدي من ضمن الوصفات الحلوه قوي اللي انت تقدري تلعبي فيها كتير. بعد ما ابتديت طلعت الكفته كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده معايا، هبتدي في نفس التوصف برضو هي النار شغاله عليها، هبتدي ان انا اعمل شويه كده توم كويسين، كان فص توم حلوين كده ادقهم، وابتدي انزل في السمنه على زيت اللي هما مطرح الكفته. وهبتدي الخطوه دي تحفه تحفه بجد، بتاخد من طعم الكفته طبعا وبتبقى حلوه قوي. بعد ما اتحمرت معايا التومه وخدت الريحه معايا طلعت ولون، هبتدي في الخطوه دي بقى. انا بيبقى عندي تسبيكه بتاعه الطماطم يعني جاهزه في التلاجة، لو انت ما عندكيش الخطوه دي طبعا تقدري ان انت في الخلاط تضربي طماطم كوبايتين كده من عصير الطماطم وتنزلي بيهم وتسيبيهم لما يتسبكوا. انا طبعا عشان هي كانت معايا اوريدي متسبكه ابتديت ان انا بس زودت لها ميه عشان لسه هحط الكفته فيها تاني فما تبقاش تقيله يعني وتتحرق مني بسرعه او حاجه. زودت لها كوبايه ميه زي ما انتم شايفين كده وابتديت نزلت بالكفته بتاعتي بالشكل اللي انتم شايفينه ده. لو انت ما عندكيش التسبيكه زي ما قلت لك بتبتدي ان انت تعملي قد كوبايتين من عصير الطماطم وتنزلي بيه، ولما تتسبك تحطي عليها برضو كوبايه ميه وتعملي الخطوه اللي انا بعملتها دي. نزلت بالكفته وغطيت عليها وبعد كده بوطي عليها برضو عشان ما تتحرقش معايا، وبتابعها برضو ما بتاخدش وقت خالص في الخطوه دي معايا. ببتدي نفس التوابل اللي انا حطيتها في الكفته بحطها دلوقتي في الصلصه، بس بزود عليها سكر، بحط سكر يعني معلقه صغيره من السكر او نص معلقه، ونص معلقه برضو من القرفه، نص معلقه من الفلفل الاسمر، وسبع بهارات، وبحط معايا كمان الملح واظبط الملح بتاعي بس كده، وكده بقت جاهزه معايا.
هنا بقدر ان انا برضو احط لها بقدونس وهي لسه على النار، بقطع بقدونس وبحط عليها، او في الفينش النهائي اللي هو في التقديم النهائي في الطبق برش عليها بقدونس، بيفرق برضو في الطعم وفي الشكل، بتبقى تحفه قوي. ما خدتش معانا وقت خالص، وحلوه بجد وتحفه وسريعه جدا. وعايزه اقول لكم كل حاجه ممكن تقولوها على الكفته دي، من احلى الكفته او وصفات الكفته اللي انت ممكن تجربيها وتعمليها. هنا ابتديت في طبق التقديم، ابتديت ان انا انزل بالكفته زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده معايا، وبتعملي جنبيها رز ابيض او رز بشعريه وسلطه الطماطم، بتبقى وجبه متكامله وتحفه بجد. وهبتدي ان انا ارش البقدونس من فوقيها، لو انت حابه تحطيه على النار قبل ما تقفلي على طول، وفي الطاسه وتقلبيها مفيش مشكله خالص. انا ساعات بعمل كده وساعات برشه زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي. هنا رشيته فوق الوش بالشكل ده، ايه رايكم؟ اتمنى تكون وصفه النهارده عجبكم وتجربوها، وبجد جربوها على ضمانتي هتعجبكم جدا وهتعجب الولاد عندكم. وكده فيديو النهارده يكون خلص معانا، اتمنى يعجبكم وسلام عليكم.